يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، مع آيات مسك الختام يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا زيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا
متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ف
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه فإذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. والسماء نجم الثاقب. كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. مستقب إن كل نفس لما عليها حافظ.
فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون
وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا في إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم
الغرام الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة.